ريكاب ميدي حتى الماضي ساعة ونص. تود سويت لانترفيو دي جور. تسمع توا لانترفيو دي جور. في الانترفيو متاعنا الأول اليوم نسلطوا الأضواء على أعمال مجلس نواب الشعب وخاصة اجتماع لجنة النظام الداخلي، فكيف سيكون النظام الداخلي للبرلمان الجديد؟ هذا باش يكون موضوع حوارنا مع السيد عبد الرزاق عويدات، عضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان. سي عبد الرزاق، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك، تحية لك وللسيدات والسادة المستمعين. شكرا جزيلا ليك سي عبد الرزاق. معايا في البلاتو المحلل السياسي الأستاذ فتحي زقيرة. مرحبا، تحية ليك عبد الرزاق ومبروك. أهلا. مجددا مبروك، بارك الله فيك، نجاح والانضمام لمجلسكم المؤقت. سي عبد الرزاق ألف مبروك، أداء شكرا. اليمين ومعناها صفتكم كنائب بشكل رسمي اليوم، وكل الأنظار تتجه إلى لجنة النظام الداخلي اليوم، لأنه اليوم هو أول اجتماع لهذه اللجنة، والسؤال كيفاش باش يكون النظام الداخلي وكيفاش باش يكون خاصة بعد الصورة السلبية التي علقت لدى عامة الناس بعد البرلمان يعني السابق. فخلينا نعرف معك كيفاش ينجم البرلمان الجديد يمحو تلك الصورة السيئة. والله بالنسبة لي أنا خلف اللجنة هذه، بالنسبة لي باش نحاول ندفع في اتجاه ما نؤمن به احنا في حركة الشعب، من أن يكون النظام الداخلي خير مساعد على عمل برلماني شفاف دقيق عقلاني، ويكرس العمل من أجل الصالح العام ومن أجل مصلحة تونس والارتقاء بتونس من وضعية إلى الأفضل وإلى ما يعني ينتظره الشعب منا من تحسين وضعيته المعيشية في الاقتصادي والاجتماعي بالأساس. واضح به سي عبد الرزاق، اليوم فما برشا جدل على الكتل داخل البرلمان، فكيفاش باش يتم الحسم في هذا الموضوع؟ باش تمشيوا في الكتل ما كومش باش تمشيوا في الكتل، خاصة وأنه رئيس الجمهورية له موقف من الكتل. رئيس البرلمان أيضا في كلمته الأولى بعد انتخابه كان قال بأنه البرلمان كله كتلة واحدة، وأكيد داخل البرلمان وعلى مستوى نواب الشعب فما عدة آراء مختلفة تابعناها الحقيقة في التصريحات، بين اللي يقول أنه لازم تكون فما كتل باعتبار أنه فما مجموعة من النواب ينسقوا مع بعضهم ولا يجتمعوا في نفس التوجهات إلى غير ذلك، فكيفاش باش يتم الحسم حسب رأيك في هذا الموضوع؟ بالنسبة لي نحن في حركة الشعب نمنوا اللي العمل الجماعي هو أحسن طريقة للارتقاء بالأداء، ولهذا ثم صحيح معناها نواب مستقلين، ولكن استقلاليتهم ما لا تعني أنهم ما عندهمش برنامج. عندهم برنامج ويعملوا على تحقيقه، وكيف نتحدثوا على برنامج؟ نتحدثوا على رؤى، نتحدثوا على فلسفة، نتحدثوا على استراتيجية. فإذا كان ثم مجموعة من النواب يتفقوا في الرؤى وفي الاستراتيجية وفي الفلسفة العامة، فما ثماش علاش ما يكونوش جسم واحد يفكروا مع بعضهم وينتجوا مع بعضهم باش ينجموا يتحاوروا مع مجموعات أخرى وتجي التقاطعات، ومن ثم يرتقي المستوى ما نقدمه إلى ما ينتظره الشعب منا. فمسألة الكتل هي مسألة تساعد على تنظيم العمل وتساعد على الإسراع في الوصول إلى معناها المنجزات التشريعية أو المنجزات التنموية اللي نطمح لها، فهذا يساعد. وحتى على مستوى إجرائي كنتحدثوا احنا في مجلس نواب الشعب والقاعات الموجودة فيه للسادة النواب باش يجلسوا فيها وباش يبحثوا فيها وباش يتناقشوا فيها، هي قاعات ما تنجمش تلمد 154 نائب، لكن تنجم تلمد 20 و25 و21 نائب. أي ولهذا كيفاش يعني؟ مسألة الكتل إذن نراوها ضرورية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية النص الدستوري أشار إلى مسألة الكتل، ستعرفوا اللي النص الدستوري يقول أنه لا يمكن لمن خرج من كتلة أن ينضم إلى كتلة ثانية في إطار منع، نعم في إطار منع السياحة الحزبية. فإذا الدستور من حيث النص ومنطوق النص أشار إلى موضوع الكتل، وبالتالي الكتل هي مسألة دستورية ما هيش مسألة خارجة عن الدستور.
ولكن رئيس الجمهورية ربما يكون عنده موقف من تشكيل الكتل. شنو المشكلة؟ احنا تو بالنسبة لنا احنا في معناها وظيفة تشريعية، عندنا منتهى الحرية وعندنا معناها منتهى الاستقلالية في انه نصيغ ما نراه مناسبا لعملنا داخل قبة البرلمان. وإذا كان السادة النواب أراوا أنه مسألة الكتل مسألة ضرورية وتساعد على العمل فلما لا؟ واضح. بيفما موضوع آخر سي عبد الرزاق، عويدات عضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان اللي أثار جدل كبير ساعة منذ انطلاق أولى جلسات البرلمان، اللي هو الأعلام والصحفيين تم منعهم من تغطية أشغال الجلسة، وهذا خلف عدة ردود فعل معناها اعتبرت غير مسبوقة، وبالعكس كان الأعلام ينجم يقدم صورة أكثر تحطنا في الإطار متاعك اليوم الاحتفالي لعودة البرلمان بعد غلقه لمدة 18 شهر. يمكن تصريح بعض النواب بأنه فما جملة من النواب ارتأوا إلى أنه يتم منع الصحفيين والاقتصار على بعض المؤسسات العمومية. هذا الحقيقة يطرح إشكال سي عبد الرزاق، هل فما نواب هما اللي قروا وكأنه في عمل موازي للبرلمان حتى من قبل ما ينعقد البرلمان؟ وكيفاش في لجنة النظام الداخلي باش تحسموا موضوع الإعلام؟ لأنه مهم جدا وكل الأنظار الحقيقة تتجه لهذا. بالنسبة لنا أولا على مستوى إجرائي ما نجموش مجموعة من النواب خارج جلسة العامة يقررون شيئا ويصبح ذلك الشيء مفروضا، هذا مستحيل. إذا كان ثم حاجة ينجم يمررها البرلمان يمررها من خلال الجلسة العامة. حتى النظام الداخلي، ولكن هاو صرحوا بعض النواب، صرحوا سي عبد الرزاق أما راهو إجرائي ما يتمش، مش صحيح. لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تنفذ معناها يعني مسألة تشريعية ما خرجتش من الجلسة العامة، ما ثماش فيها يعني إقرار وتصويت ومعناها قانون أصبح نافذا من خلال يعني، وهو حتى القانون بعد ما يخرجوه مجلس النواب لم يمضي عليه رئيس الجمهورية ويصدر في الرأي الرسمي، ويصدر في الرأي الرسمي ونشوفوه معناها دستوري ولا ما هوش دستوري. ولهذا كلام ماذا ما يتقبلش. الأمر الثاني هو حركة الشعب، احنا نؤمن بدور الإعلام ونحن مع التغطية الإعلامية لنشاط البرلمان، ونحب النائب يكون العمل متاعه بشكل شفاف يخزروا له الناس الكل باش الناس اللي صوتوا له يعرفوا أما السيد هذايا كان في مستوى وعود ولا لا، نحافظوا على بقائه في مجلس النواب ولا نسحبوا منه الوكالة. هذا يتناغم مع المسألة الـ 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 يعني الدستورية. وفما تسمح لي تو راني باش نلتحق بالقاعة. ممكن هو سي فتحي عنده ليك سؤال تنجم تجاوبنا عليه في ساعة سي عبد الرزاق من فضلك. شكرا. شكرا شكرا. والحقيقة معناها كلام كله منطقي ويبعث على التفاؤل، نقول هيك بصدق معناها من جميع النواحي معناها بما فيه حكايه. سؤال وحيد معناها توا السيد وزير الاقتصاد، هذه هامه وهامه جدا باعتبار الوضع الاقتصادي في تونس، قال مجال الاستثمارات معناها حاضره وقريبا باش نقدموه، شنو ما اهم الملفات ابار الريغلومون انتيريور والامور هذيك الداخليه البيت الداخلي اعاده ترتيب البيت الداخلي، شنو هي اهم الملفات اللي باش تطرح قريبا على انظار المجلس حسب اعتقادك؟ والله اذا كان تجي مجال الاستثمار نعتبرها من اولى الاولويات بينا، لأن المسألة الاقتصادية هي من أهم أولويات أولوياتنا إحنا حسب حركة الشعب. أولوياتنا هي الأولى الأمور الاقتصادية والاجتماعية. فإذا جيه ملف لمشروع قانون وإلا مجلة من نوع هذايا فنحن نرحب بذلك، وبالعكس ندعو إلى الإسراع في النظر فيه. واضح. شكرا لك سيد عبد الرزاق عويدة، تحياتنا لك، بارك الله فيك، عضو لجنة النظام الداخلي في البرلمان. إذن تقريبا هاو شفنا موقف سيد عبد الرزاق عويدة عن حركة الشعب فيما يتعلق بالأعلام خاصة، ومهم التغطية الأعلامية لأنشطة البرلمان، وهذا يخلي حتى النائب يبدأ الناخبين اللي انتخبوه يتبعوا في الأنشطة متاعه في التدخلات متاعه، وبالتالي حتى غدوة كان فما صاحب ثقة يبدأ مبني على حاجات ملموسة ومداخلات ومواقف. أنا عندي ملاحظة معناها بيودي باش نقولها بكل موضوعية وتجرد معناها، لأن تخامرني معناها منذ الجلسة الانطلاق الجلسة الافتتاحية متاع البرلمان كان ثم تخوف كبير معناها في القانون الانتخابي كي ولا الترشح معناها التصويت على الأفراد،
كل إنسان يترشح وحده معناه. فما تخوف كبير معناها من الناس اللي باش تنجح مش تولي معناها أعضاء في مجلس النواب. تخوف كبير حتى من حيث المستوى معناها الثقافي ومن خور الخبرة السياسية، لأن ماك تعرف مجلس النواب معناها وناس تكون مؤهلة باش تنظر في مشاريع قوانين وهلم جرى. لأن قبل كانت معناها قائمات معناها الديمقراطية التمثيلية كي ترشح قائمات معناها سي سوزونتونديو اللي هما مأطرين في إطار أحزاب، قائمة يعملها حزب وهم مأطرين وعنده معناها حد أدنى من الثقافة معناها التكوين السياسي. لكن مع يعني شو نقول توا معناها كي نسمع سي عبد الرزاق عويدات بصراحة تامة يلزم نقولوها، المجلس نقولها بكل موضوعية وتجرد، رغم احتراماتي ديما نقول الناس كل حتى لا يقع سوء تأويل، المجلس فيه معناها فيه ناس معناها عندهم خبرة سياسية، عندهم نظرة معناها موضوعية ونظرة معناها منطقية وتبعث على التفاؤل على بالنسبة للمستقبل المجلس، وخاصة خاصة فيما يخص معناها حقوق الإنسان والحريات وكل شيء، معناها ناس تدعم بقوة معناها المسائل هذه. وانا شفنا معناها بصراحة تيمة معناها كلامه الكل اللي قالوا وكل أريحية وتنم أخصر رو بشر كيف يحكي تفهم من نفقته كما يقولوها معناها كيف يحكي هو اش تفهم أبار معناها المضمون متاع الكلمة اللي إنسان معناها ثم تسلسل في أفكاره ثم كذا ثم ثقافة سياسية وهذيك حاجات اللي تخلي من إيجابيات اللي مش تضمن معناها نجاح العمل متاع المجلس. واضح. زيدا في المقابل فما نواب أخرين عندهم مواقف مسبقة من الأعلام، مثلا في النقطة اللي تتعلق بالأعلام ويقول لك الأعلام باش يسلط الضوء على شنو صاير في المجلس وباش يتابع الكواليس والأحداث، وهذا يمكن يمثل لهم قلق. علاش قلق؟ الله أعلم صفاتهم، لأن هما نواب شعب ويمثلوا الشعب متاعهم المفروض. ما اسمع كاد المريب أن يقول خذوني، خاطر اسمع فما ناس راهو في المطلق نحكي ما نقصد حتى حد، فما ناس كانوا في المجلس السابق وحضروا كل المشاهد التي يندى لها الجبين، قعدوا ديما موسوسين بها عندهم فهمتني الهاجس نتاع ربما تتكرر ربما المجلس يعطي فكره مش بيه. اما اسمع هذوما راهم قله قليله، ها نقول لك ناكد لك قله قليله، لان شفنا حتى التركيبه نتاع المجلس التبييري كونوا فما برشا اللي نجحوا معناها فما برشا نجحوا معناها كانوا ينتميوا بون ترشحوا بصفه مستقله، اقول لك مستقل بصفه مستقله، اما كانوا ينشطوا في اطار احزاب وعندهم حد ادنى من الثقافه والتكوين السياسي وعندهم رؤيه وعندهم كذا، ومستحيل باش انسان عنده تكوين سياسي يقول لك ضد الاعلام، بالعكس يقول لك يلزم الاعلام، خاطر الاعلام عنده السلطة المعنوية اللي ساعات يردع بها الأمور شوية معناها فهمتني، ويساهم زادة في إشعاع المجلس والتعريف بالأعمال متاعه وإضفاء مزيد من الشرعية على أشغال. واضح. إذا ننتظروا أعمال لجنة النظام الداخلي في البرلمان. تو نتابعوا في ظرف أسبوع أو أسبوعين شوفوا شنو المخرجات متاع هذه الأشغال اللي من بعد باش يتم عرضها على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت، ومن بعد باش نشوفوا شنو ما ربما القرارات اللي خذوهم ولا الإجراءات في علاقة بالأعلام والحصانة والكتل وإلى غير ذلك. بالضبط يعطيك الصحة أستاذة سهام. أنا شنو أنا متفائل الحقيقة، ها ونقولوها من توا ونشوفوا بعد. علاش؟ كي تسمع أنت كلام رئيس المجلس رئيس المجلس الحقيقة ما بكل موضوعية وتجرد، وبعض النواب كما السيد عبد الرزاق عويدات معناها حاجة تطمئن، وهذاك اش نحبوا احنا، نحبوا ما يرجع المجلس يخدم في إطار معناها من النزاهة ومن الشفافية ومن المصداقية. وكل هما اش قالوا؟ قالوا ما شرعية معناها عنده مؤاخذة مزوزة على نسبة، قالوا إن شاء الله نحن مش معناها مش نعطيه البلوس في إطار مشروعية الإنجاز المشروعية إن شاء الله معناها. أما أوجه نقول لك يقعد اسمع راهو اللي مش يكون خارج على السرب من حيث الإعلام راهوش عندنا في المطلق باش يكون ما عنده رأي مختلف ما يسالش معناها، الاختلاف رحمة ساعات فهمتني، لكن فيما يخص الإعلام كل إنسان مش يجي ضد الإعلام ولا تواجد التغطية الإعلامية راهو الشاذ يحفظ لا يقاس عليه. واضح. سي فتحي شكرا لك. سينو احنا مازلنا مواصلين في غيكاب ميدي.